يعني الشيخ الدراجي قال محاكاة يسوون محاكاة. سووا تجربة أولى وثانية اعتقد. اليوم يعني كان بعض الأخطاء أعتقد. واليوم أعتقد يعني أمكان أكو محاكاة، يمكن بكرة أكو محاكاة شيء يعني تدري نشرونهم والأخوان. نعم. طبعا موجودة الأجهزة، بس لكن أثار الشيخ الدراجي نقطة مهمة جدا، أنه بعض الشباب الصغار يغرر بهم. تمام. ويجمعون بطائق انتخابية ويقومون بشراء الأصوات من العوائل الفقيرة، وهذا موضوع خطر جدا مثل ما تفضل به. الأمن الانتخابي ليس فقط أمن المرشحين ولا أمن الوضع، الأمن الانتخابي أيضا مقصد به أمن أصوات الناخبين. اليوم بعض الناس عبالهم الموضوع صحيح، أنه يجي بعض الشباب المنتفعين المستفيدين أنه يجي يلم بطائق انتخابية من بعض المناطق بحجة تغريرهم ويغرر بيهم ويعطيهم أموال. طبعا ماكو لحد الآن لا يوجد أي رقابة على هذا الموضوع الخطير جدا، لأنه هذا موضوع شراء الأصوات من الناس، هذا يعني يعاقب عليه القانون للطرفين، اللي يقوم بعملية الشراء واللي يبيع صوته، اثنيناتهم بنفس القضية، لأن أنت هاي أمانة وخيانتها صعب جدا. لذلك بعض الكتل السياسية لجأت، أو المرشحين حتى لا نقول بس الكتل، لجأوا إلى هذه القضية اللي تطرق بها السيد الدراجي، أنه بعض الشباب يعطوهم أموال طبعا خصوصا بالمناطق الشعبية ويبدي يلم بطايق. بهذه الحالة الآن أيضا رسالتنا لهؤلاء الشباب أو أي شخص يبيع أو ينطي بطاقته مقابل مبلغ، نعم، شنو الإجراء المفروض يسويه؟ يعني مرة أكو تمارس عليه ضغوط أو غيرها، ما نعرف هذا شلون راح يتصرف، والشخص اللي لا هو بإرادته شلون يتصرف؟ لا شوف، أولا أكو ضغوط تصير على الناس بجهة معينة، وأكو ضغوط تصير بضغط المال يعني فلوس يفترون عليهم على بيوت. الإجراء المفروض اللي يصير أنه الأجهزة الأمنية طبعا شكله ولجنة، والأجهزة الأمنية استخبارات أمن وطني، حتى بعض الأجهزة الحساسة اللي بالدولة راح تعمل على هؤلاء اللي طبعا يقومون بعملية شراء وبيع الأصوات. طبعا العلم صارت مثل مكاتب دلالية للأمانة، يعني صارت مكاتب دلالية، أنا عندي 1000 وذاك عنده 500 وذاك عنده 400، والمشكلة ويعرضوها على مرشح. اي طبعا، والمشكلة مو كبار السن اللي يقومون به، عشرينات أعمار صغيرة يقومون بعملية شراء جمع بطائق انتخابية وشراء أصوات ولمها، ويروحون يعرضوها على مرشح يقول له شكل تعبته، هذول عندي 500 400 300، أنا بيعلكهم بهالقيد، هو ما مشتريها من ذولا من الناس بسعر أكيد للنصف، ويبدي عملية النصب والاحتيال على المرشح وحتى على الناس من قبل هؤلاء المبتزين. هذه مجموعة. نعم. هذا شلون استحصلها؟ بإرادة أو بضغط؟ لا ماكو ضغط، هو أغلب شيء بإرادة. هو ضغط العوز. ضغط العوز يعني. وأنا قلت لك ضغط يعني المال ما عنده، مرة يقول له صوتك بمدري بيش، مرة كذا ويلمهم. هم ناس يقول لك أنا أول وتالي أروح انتخابات، انتخبت أي أحد شنو راح يسوي لي؟ فأروح أحط صوتي بفلوس أفضل لي. هو يعني الناس فقرة يعني، ما عندها الإمكانية المالية أو العقلية أنه يروح يقول لك أنا مثلا يعني هذا موضوع خطر، ما يدري، حتى ما يدري هذا الموضوع يعاقب عليه القانون. ولذلك إحنا من خلال منبركم الشريف ناشد أنه جميع العوائل الفقيرة، الناس العوائل شبابنا، أنه لا ينجرون بهذا المنزلق الخطير اللي تروح تبيع صوتك وتروح تعرض نفسك إلى مسائلة قانونية وقد تكون يصل إلها يعني أحكام جزائية ومشكلة بيها. لذلك أنا أشوف أنه علينا التوعية، خصوصا وسائل الإعلام، جنابكم، القنوات الفضائية الأخرى اللي ممكن نتوعي الناس أنه يبتعدون على هؤلاء المرتزقة المبتزين اللي يقوم بعملية النصب والاحتيال بكل طرقه وأشكاله، مرة يجمعون شباب، مرة ما أعرف إيش، مرة يروحوا لعوائل النساء، مرة كذا، مرة يخوفوهم، مرة يقولهم أنتوا إذا ما تنتخبون نسوي لكم كذا، أو بطرق عديدة. فلذلك هذا تصير الآن، وأنا أعتقد أنه الأجهزة الأمنية بدأت تشكل فرق لمعالجة هذه القضايا.